التيكاك، موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. التيكاك، موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم أول أمس الأربعاء بالإقامة الملكية ببوزنيقة جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، واستبشر الفلاحون خيرا بهذه الله يستر هذا العام عمرنا شنا، والإجراءات اللي اتخذها سيدنا البارح إن شاء الله البارح كانت في المستوى، ونطلبوا الله العلي العظيم باش ينفعنا يعطينا شي اشتواء تكون في الوقت ديالها. في سنة 2021 أظهرت مجموعة اتصالات المغرب مرونتها وقدرتها على التكيف في جميع مناطق تواجدها في الأسواق في مواجهة أزمة صحية مطولة، لتنتهي بما يتماشى مع جميع أهدافها العملية والمالية. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة أن الجولة الأوروبية التي تم تنظيمها لدى مختلف فاعلي القطاع السياحي الرئيسيين مكنت من استعادة الثقة وضمان تنظيم رحلات جوية واقتراح عروض مهمة من طرف منظمي الأسفار. اندلع حريق المساء الثلاثاء الماضي بحي الرصيف في المدينة العتيقة لفاس، متسببا في إتلاف حوالي 30 محلا تجاريا دون وقوع ضحايا. سجلت منظمة الصحة العالمية انخفاضا كبيرا في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. سجلت منظمة الصحة العالمية انخفاضا كبيرا في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. أدخلت شركة أمازون تحديثات في قواعدها الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف مستخدمي مستودعاتها في المقام الأول، حيث أكدت أنها لن تمنح إجازات مدفوعة للمصابين بكوفيد 19 إن لم يكونوا ملقحين. أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر أمس الخميس وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بخمس سنوات نافذة بتهمة الفساد، وذلك وفق وسائل إعلام جزائرية. التيكاك، موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. التيكاك، موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست.